الولايات المتحدة الأمريكية دفعت أوروبا باش تمنع تصدير الشرائح الإلكترونية إلى روسيا. الشرائح الإلكترونية هي قلب الاقتصاد وهي المركز ديال الصناعة وهي اللي ممكن أنها تدمر الاقتصاد ديال أي بلد إلا تمنعت عليه. روسيا كتجاوب كتقول بأنه أنا كنمنع تصدير الغازات النبيلة الأساسية والضرورية لإنتاج ديك الشرائح الإلكترونية. كيفاش غادي نفكوا هذه المعادلة؟ هذه فصول جديدة ديال معركة جديدة متجددة ما كانتش معروفة. السؤال المطروح الآن، الولايات المتحدة الأمريكية والأيادي اللي قاعدة كتخطط لهذا الشيء، واش هي غادي تفلت من هذا الشيء ولا ما غاديش تفلت؟ غادي نجاوبوا عليها في هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان المتابعين والمتابعات، كنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم وعلى النقاشات عالية المستوى وعلى الحدس اللي كيكون عند كثير من الإخوان والأخوات. وكيفرحني بزاف من اللي شي واحد أو لا شي واحدة كيكتب شي تعليقات وشي مضامين اللي كنكون أنا عجزت أنني نوصلها، يا إما بحكم ضيق الوقت وإما بحكم الظروف المحيطة أو في بعض الحالات كنعطي بعض الإشارات. فإذا بي كنتفاجأ بأنه ناس كيقولوا أكثر من داك الشي اللي كنكون أنا كنلمح ليه وكيعطيو معلومات أكثر من داك الشي اللي أنا كنعرضه، واحيانا كيعطيو افكار كتعدل او لا مغايره لداكشي اللي كنطرحوا. وهؤلاء جميعا ابدي لهم كل تقدير وكل احترام. موضوع اليوم هو كيخص هاد الازمه العالميه وشنو هو الجديد اللي فيها، هادشي اللي وقع له العالم اولا شنو هو وشنو هو الجديد اللي وقع خلال الايام القليله الماضيه، لانه حنا ما كندخلوش في التفاصيل كالعاده، لانه اللي كيبقى يسعر التفاصيل وتفاصيل التفاصيل وديك الاحداث بكل تفاصيل ديالها. فانا من وجهه نظر ديالي كيف ما كنقول لكم الاخوان والاخوات، كنقول بان داك الفيضان وديك الامطار ديال المعلومات راها كتسبب مشاكل على المشاكل، وبانها كتزيد التضليل على تضليل، وان كثره المعلومات والطوفان ديال المعلومات اللي كتصب على عقول ديال الانسان في عالم اليوم بان هذيك كتقتل المعلومات. وها حنا كنشوفوا ردود الفعل اللي كاينه حاليا في العالم، كنشوفوا بانه العالم دخل في اتون الحرب العالميه الثالثه بدون ما يشعر، لانه العقل الانساني ولا معرض لقصف متواصل على طول الساعه من الاخبار والمعلومات والبرامج والوثائق الى غير ذلك. اخيرا غادي نكتشفوا او لربما واحد النسبه غادي تكتشف كيف ما مولف ديما كنشهد لكم بأنه في أوقات الحروب ومنذ المراحل اللي كتسبق الحروب دائما كاينه واحد الحرب اللي كتشتغل بالدرجة الأولى دون أن ينتبه لها الإنسان. هذه الحرب اللي كتكون كتشتغل هي الحرب الإعلامية. الحرب الإعلامية دائما كتدخل الشعوب وكتدخل الدول في الحروب بدون أن يشعر الجميع. ففي الوقت اللي كنا كنقولوا مثلا بأن راه كاينه تسريبات وبأن كاينه تنبؤات وبأن كاينه مذكرات خاصة وبأنه كاين أيادي خفية وبأنه كاين تنظيمات سرية وبأنه راه العالم كيمشي بديك الطريقة اللي بغير الطريقة اللي هي معروفة، كان واحد العدد كبير كيتشكك. الآن العالم مصدوم، كيشوف بأنه العالم والأحداث ديالو اللي كيمشي فيها كيجبر بأن ما عنده حتى شي منطق، ما عنده حتى شي تفسير، كيشوف بأنه أحداث كانت غير متوقعة لم يتوقعها أحد، كيشوف بأنه دول ورؤساء دول وزعماء عالميين كيشوف كيفاش أنهم كيتكلموا مثلا أول النهار وكيفاش كيتصرفوا في آخر الليل، كيفاش كيعبروا على وجهة نظر وكيقولوا هذا قرار ديال دولة في بداية ديال مثلا أسبوع ولا بداية ديال الشهر وكدوز جوج
جوج ثلاثة الأسابيع كنلقاو بأنه كينطقوا بقرارات معاكسة. شفنا بأنه المراكز والأبحاث والدراسات والاستراتيجيين والخبراء والعلماء والاستخبارات العالمية لم تكن تتوقع هذه الأحداث اللي حنايا غادين فيها. فمباشرة مثلا من بعد ما دخل العالم في الأزمة ديال الجائحة ديال كورونا دون أن يعرف، ودازت حوالي عامين والعالم كله كيتسنى أنه ترفع هذه السحابة، والأطباء والمختبرات العالمية كانوا متشوقين باش تسالي النهاية ديال كورونا غير باش يقلبوا على القصة ديال الرواية ديال داك الفيروس اللي قال لك بأنه كان تسرب من أحد المختبرات في يوهان الصينية. كان كل شيء كيتشوق العالم الطبي كيتشوق انه باش يعرف السبب باش يعرفوا، فاذا به العالم مباشره كيدخل في المعركه ديال الحرب الروسيه الاوكرانيه. شفنا بانه الحرب الروسيه الاوكرانيه في الاول ملي شعلات شفنا بانه اوروبا كلها لم تكن تصدق ولم وما كانتش كترغب وما كانتش كتوقع وما كانتش كتسنى، وبانه في اخر المطاف ملي شافوا بانه الاجتياح كاين بانهم كل شيء استسلم. فاذا به بسرعه البرق أوروبا اللي استسلمت وقالت بأنه هذا أمر واقع ما علينا إن نقبله ونتعيش معه، شفنا بأنه الولايات المتحدة الأمريكية وبالوسائل ديالها والمنظمات السرية والخافية والعلنية شفنا بأنه العالم كله كيجند أوروبا كامل صفا واحدا، يعني بالطريقة ديال زيد قدامي صحة كيجندها باش تدخل في مواجهة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة مع روسيا. بمعنى أنه العالم والأحداث اللي كتوقع في العالم كاين أيادي خافية من غير داكشي اللي حنا كنا كنتوهموا وكنا كنعرفوا. كنا كلنا كنقولوا بانه مثلا الحروب كتكون اسباب اقتصاديه، كتكون مصالح، كتكون الى غير ذلك. الان شفنا بانه الاسباب غامضه، وبانه الحرب كيف قلنا وباقي كنقولوا بان الحرب راها غير عاديه، يستحيل ان البشريه دخلت في هذه الحرب او كانت كتقبل او كانت مستعده ما كانش. ولكن شفنا بانه تم الامور تقلبات باوروبا كامله وجندوها دفعوها لمواجهه روسيا. الآن شنا هو الجديد؟ طبعا الإطار العام اللي كان خدموا فيه دائما شنا هو الإطار العام؟ هو أنه الحرب العالمية الثالثة طبعا راه كينا الصين محطوطة في المواجهة، الصين راه كين محطوطة، وكلنا قلنا بأنه السياسة ديال الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية في 1770 أو 76 بحال هكا، منذ التأسيس ديال الولايات المتحدة الأمريكية السياسة ديالها في السيطرة على العالم تقوم على واحد المبدأ، هذا المبدأ كيسميه الثالث المتفرج أو لك يسميه الثالث الضاحك، بمعنى أنك كتشعل هذا على هذا وكتبقى أنت كتفرج أو لك تبقى أنت كتضحك وفي الأخر أنت اللي كتربح. يعني أنك كتشعل الأطراف، وهذه الدات في الحرب العالمية الأولى والدات في الحرب العالمية الثانية، وهالفصول ديالها كتجري حاليا في أوروبا، بمعنى أنه تقدمت أوروبا ضد روسيا وهانتوما كتشوفوا بان قاعدين كيحطموا بعضهم نفس السيناريو. اذا هذه السياسه ديال الولايات المتحده الامريكيه منذ التاسيس ديالها، لان التاسيس ديال الولايات المتحده الامريكيه راه الا ما خديناش فكره موجزه على التاسيس ديالها ما غاديش نعرفوا القرار السياسي في الولايات المتحده، وما غاديش نفهموا السلوك السياسي للولايات المتحده الامريكيه في هذا الشيء اللي كيجري في الصراعات العالميه. اذا هذا المبدا هذا هو اللي كيطبق، هذا المبدا هذا ديال ثالث الضاحك ولا المتفرج غادي يولي في البداية ديال القرن العشرين. المبدأ شنا هو؟ هو ماشي ثالث الضاحك المتفرج، الثالث الضاحك المتفرج الممول المقرض المغرق، يعني كيمول وكيغرق الأطراف في الديون وكيوغلها حتى الأدنى درجة، ثم في الأخير هو اللي كيجني الثمار. الآن هاد السياسة راها كاينة ما بين الإنهاك، كنسميها أنا الإنهاك، ما بين روسيا وأوروبا آخر ما وصلت إليه هاد السياسة. طبعا هاد الإنهاك هذا راه مقصود، لأن خصهم أوروبا أنهم يضعفوها باش ديك الساعة الولايات المتحدة الأمريكية عاود تاني بنفس السيناريو غادي تحاول ما أمكن أنها تصرف مع الصين، عاود تاني إنهاك الصين مع الجوار إلى غير ذلك، ثم هكذا دواليك. الجديد اللي وقع في ساحة الصراع ما بين روسيا وما بين أوروبا، شفنا بأنه الدول الأوروبية باش تزيد تزير بوتين، وبوتين في البداية ديال الحرب أنا شخصيا كنت كنتسائل كنقول هاد السيد هذا من اللي خطب في الخطاب ديال الحرب وتكلم على اليهود بأنهم خربوا الثورة الروسية
وبانه لينين كانوا متواطئ باش 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 الامبراطوريه الروسيه تنازلت على واحد المجموعه ديال الاراضي. قلت انا هذا من اللي جبد هذا الشيء، وجبد اليهود والاقليات الدينيه، وجبد قلت هذا واش كيعرف اش كيدير او لا ما كيعرفش اش كيدير. وقلت انا بان الزعيم هذا من اللي اي زعيم انه ينطق بهذا الكلام فالمصير ديالو اوتوماتيكيا كيتحدد شنو هو، هو الاسقاط. والاسقاط عنده بزاف ديال الانواع. اللي هو مشهور هو هاد اللعبه ديال انك كتنهك النظام الروسي او لا كتنهك الدوله الروسيه بالحصار الاقتصادي الى غير ذلك. من بعد واحد المجموعه من بعد توالي الوقت كتنتشر اضطرابات، وهذه الاضطرابات كتنزلوا هي اللي كتهبطوا او لا كيكونوا وسائل بديله كالاغتيال او كذا او احد الافراد الدائره المحيطه به الخيانه الى غير ذلك. اذا هذه هي الوسائل الحروب، لان في الحروب كتكون وسائل مباشره تقليديه وكتكون وسائل طريقه متجدده ممكن كتلجا لها الاطراف حسب الذكاء ديالها. الحرب التقليديه كتكون معروفه هو شد الخنار كذا المواجهه، ثم في اي وقت كتلجا الوسائل استثنائيه حسب الحيله، كيكون يا اما الاغتيال المباشر واما كيكون تسميم واما كيكون تدبير انقلاب عسكري في ديك الدوله. يعني كتكون طريقه وهاد الاحتمالات كلها كتكون مفتوحه في اي وقت. الجديد ديال هاد العقوبات شنو هو؟ أوروبا مدفوعة قررت فرض المزيد من القيود على تصدير الشرائح الإلكترونية إلى روسيا، وهذه الشرائح الإلكترونية هي اللي قائم عليها الاقتصاد الآن. هذه الشرائح الإلكترونية وهي اللي نايض عليها القيامة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهي اللي موجودة الصناعة ديالها والمعامل ديالها في تايوان، وهو اللي الصين كتوجد دابا باش تديه من تايوان، والولايات المتحدة كتقول لها الا دخلتي لتما غادا تقوم القيامة. روسيا باش يزيدوا يحطموها قرروا مزيد من القيود انها ما يوصلوا ليهاش، وهاد لي بوس اساسية في الصناعات كاملة، مثلا الحواسيب، التليفونات، اي حاجة كتخدم الكتروني، التلفزيونات، الصواريخ، في الصناعة، في العسكر، في الجيش، في الدب، في ما مشيتي قرروا باش يخنقوها. دامت واحد بعض الايام، اشنو دار بوتين؟ بوتين قال لهم عاوتاني لانه معكس الجواب ديالو ورد الفعل ديالو، قرر فرض مزيد من القيود وفي حالات كثيرة المنع ديال تصدير الغازات النبيلة. شنو قصة الغازات النبيلة؟ هاد الغازات النبيلة هذه أساسية في صنع ديك الشرائح الإلكترونية، يعني هما هددوا بديك الشرائح الإلكترونية اللي هي دابا نايض عليها القيامة في تايوان، يعني هي اللي نايضة، لأن إلا الولايات المتحدة الأمريكية إلا دات تايوان ولا فكت دوك المعامل اللي كاينين في تايوان بالنسبة للاقتصاد الصيني غادي يمشي، لأن هاد الشرائح كتصنع في تايوان وفي بعض الدول طبعا بنسبة قليلة، والمعامل اللي كاينة في تايوان راه كتعمل الولايات المتحدة على تنقيلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية باش الاقتصاد الصيني أنه صافي نهار. إذن بوتين قال لهم إلا كنتو نتوما كتمنعوا تصدير ديك الشرائح الإلكترونية باش نقضي أنا الأغراض ديالي، أنا كنمنع عليكم الغازات النبيلة اللي هي عنصر أساسي في صناعة ديك الشرائح. قرار المنع. أكبر نسبة كتخرج للعالم من روسيا، النسبة الثانية الضخمة كتخرج من أوكرانيا. يعني شوفوا هذا اللي اختار هذه البؤرة ما بين روسيا وأوكرانيا، أو هذه المجموعة اللي اختارت فين تبدأ الحرب العالمية الثالثة، شوفوا أشنو كيديروا وبالطريقة ديال كيفاش أنه تجندت أوروبا وتجند العالم واحد المعركة ما بغيها تا واحد. كيبان لكم بأن راكين أيادي خافية وبان راه كاين شي حوايج كيجريو في العالم، ماشي داكشي اللي قرينا في المناهج التعليميه، ماشي داكشي اللي ضل كيخطب به الاعلام العالمي والقنوات الكبيره ديال الجهات اللي هي متحكمه. اذا هنايا بوتين منع هاد الغازات، هاد الغازات من الاسماء ديالها كما هذا كاين ماده الهيليوم والنيون والارغون والكريبتون والزينون. هاد الغازات هذه هي نادي قليلة بزاف في الفضاء العام ديال الكرة الأرضية، كتحتاج في الصناعات تقريبا كاملة، كتحتاج كاملة أساسية باش
تخدم ديك الشرائح الإلكترونية اللي هي مخدمة العالم كامل. يعني شوفوا المعركة فين وصلت، وحنا باقيين كنتسناو الحرب العالمية الثالثة، هي المدافع والقنابل والطيائر والصواريخ والحرائق وكل شيء، حنا باقيين كنتسناو، في حين أن شوفوا الحروب كيفاش تطورت لواحد الدرجة أن الإعلام واخا يشرح لعامة الناس ما يمكنهمش يفهموها. وحنايا بديك المناهج ديال التعليم وأحيانا حتى بفعل السينما الأمريكية، المبادئ اللي غرستها في العقول ديال العالم، لأن الفن راه مؤثر، غرسات في عقول العالم انه الا ما شفتيش النار وما شفتيش العافيه وما شفتيش كذا فالامور بسلام. وحنا كنشوفوا الشعوب العالم كيفاش تقاد الى النهايه الكارثيه وهي لا تدري، يعني حرب غير حرب وصافي، ربما هذيك غير اخبار الى غير ذلك. السؤال المطروح الان، الولايات المتحده الامريكيه والايادي اللي قاعده كتخطط لهذا الشيء، واش هي غادا تفلت من هذا الشيء ولا ما غاداش تفلت؟ الجواب هو انه غادا تفلت. انا نقول لكم علاش. الولايات المتحده الامريكيه الخطه ديالها هي اضعاف الطرفين اوروبا وروسيا، هذه معروفه، وحنا كنعرفوا بانه المستقبل ديال اوروبا وروسيا اللي هو مخطط له واللي هو مبرمج هو الاضعاف، يعني أنه العالم الولايات المتحدة الأمريكية كتقاتل بجميع الوسائل وبجميع الطرق والأنظمة والمنظمات السرية والخفية والخلايا وزيد وزيد، كلها كتخطط أنه يبقى قائد واحد في العالم، وأي قطب كيطلع أنهم كيواجهوه. الآن القطب كيوجدوا للصين، وقبل ما نوصلوا للصين ضروري أوروبا خاصة تهود، روسيا خاصة تهود، ديك الساعات معها الصين غادي تكون ضعافت، لأنه الصين كيف كتعرفوا غير بهذا المشكل ديال الشرائح الإلكترونية هو اللي تمردت عليه الصين، هو اللي غادي يكون سبب المواجهة، هو اللي الصين كتقول بأنه يمكن لي نتنازل في أي شيء إلا هذه القضية وكتعتبرها مصلحة حيوية تايوان، والدولة من اللي كتقول بأن المنطقة الفلانية مصلحة حيوية بمعنى أنها أوتوماتيكمون كتعني أنها مستعدة تمشي للحرب، ويعني مستعدة للفناء من أجلها على هذا الشيء ديال هاد الشرائح الإلكترونية. إذا الولايات المتحدة الأمريكية علاش غادا تفلت؟ الولايات المتحدة الأمريكية عندها مناطق النفوذ اللي منها كتستخلص دوك الغازات، هاد الغازات النبيلة اللي كتحتاج في الشرائح الإلكترونية، والمعامل الشرائح الإلكترونية كانت مركزة في الصين، الآن الولايات المتحدة الأمريكية قطعت أشواط باش أنها كتهربها وكتديرها في الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية عندها مناطق النفوذ عديدة منين تستخلص هذه المواد. الولايات المتحدة الأمريكية عندها مناطق النفوذ، عندها إفريقيا وعندها أمريكا اللاتينية وعندها كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، والعلماء قالوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى هي كتنتج واحد النسبة من هاد الغازات وقادرة على إنتاج ديك النسبة وتكثر منها، يعني ما عندهاش مشكل أن هاد الغازات أنها تقطعها أوكرانيا ولا تقطع على روسيا، ما عندهاش مشكل ديال هاد الغازات النبيلة وما عندهاش مشكل ديال هاد الشرائح الإلكترونية. إذن هذه هي، شوفوا التفاصيل لاحظوا، ولكن كلها راه كتمشي مع السيناريو العام اللي تكلمنا عليه ذاك النهار، هو انه الحرب العالمية الثالثة كتقصد طير القطب الصيني، وبانه قبل ما يطيح القطب الصيني ضروري خاصها تنهك واحد المجموعة ديال الاطراف في واحد الحروب بينية، وبان هذيك الحروب بينية ما خصهاش تكون حروب حاسمة، مثلا جيش قدام جيش، واحد كيفني الاخر كيدخلوا العاصمة كيطيحوا الرمز ديال ديك الدولة كيطلعوا العالم ديالهم وسالينا. لا، الهدف ديال الولايات المتحدة الأمريكية هو إضعاف الجميع وإنهاك الجميع واصطناع الحروب واصطناع الأزمات، والحروب كتكون متعددة والأغلبية الحروب راه ما كتكونش باينة، المسائل ديال إطلاق النار كتكون هي اللحظات الأخيرة، كتكون ديك الرصاصات الأخيرة. وكل هذه الحروب اللي كنشوفوا بأنها راها في الغالب ديالها بأنها حروب خفية،
راه هذا الشيء اللي ذكرناه راه مجرد جزء منها. وما تنساوش بان راه اهم هذه الحروب هي الحرب الاعلاميه اللي غادا تدخل واحد العهد جديد. الحرب الاعلاميه اللي غادا تدخل واحد العهد جديد راه ماشي هو داك الشيء اللي كنا كنعقلوا عليه. التلفزيون كيبقى يخطاب وكيبقى يقول هذاك النظام كافر، هذاك النظام فاعل، هذاك النظام تارك، هذاك مستبد، هذاك طاغيه. راه ما بقاتش هذيك الحرب الاعلاميه اللي كاين. الحرب الاعلاميه اللي كنتكلم لكم عليها هي اللي غادي يكون ايلون ماسك المدير ديال تويتر والمدير ديال عده مشاريع خياليه وخطره غادي يكون هو حاضر فيها في الحرب العالميه الثالثه. توجيه الانظار وتوجيه الشعوب وتوجيه وعي الشعوب نحو قضايا اخرى. وكنا تكلمنا في حلقه سابقه كيفاش ان هذا ايلون ماسك غلف الكره الارضيه بالاقمار الصناعيه اللي كتطلق كتطلق الانترنت باطل، وكتطلق وكتحكم كذلك في تويتر، وكتحكم في توجيه العقول في الدول وفي اللي بغات وفي الانظمه اللي بغات. كنتمنى الاخوان والاخوات نكون انفعتهم بمزيد من المعلومات. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.